حطها في مرمى انت امبارح حبرت على انا ما اعرفش حاجه ولا بتاع سياسه ولا بتاع بس في دوله انت دلوقتي هنوصل لباشا ليه بقى؟ هناكل بعض. ايه؟ بعمل اضراب عن الشغل. ازاي السمك يا باشا تمام. بس ايه اللي خلانا نضرب؟ بس انا هو انا معاك ولا مش معاك؟ ماشي الليل عشان ما ماسكين الموضوع يمشي الليل عشان ما نضربش. معانا بص يا باشا الفساد ده بقاله 30 سنة صح؟ أكتر من 30 2000 هتعالجه في شهر؟ سنة؟ تبقى انت راجل حالم. اديني حالم. التيست اللي انت عامله. ايوه يا باشا حلو. مين اللي اختار عصام شرف؟ مش التحرير؟ مين؟ لا ثواني ده فلوس كانت موجوده هنا احنا ما نعرفش عن كفيف فلوس هنا والله بكلمك مش عايز اعلان منصور مش عايز اعلان من غير احنا بنتكلم ببرنامج اسبانيا في سنه عملوا كام مصاري 10 فنون الكلاب عاد باشا عصام شرف كان بيتحرك يعني زي المستوى اللي احنا كنا بنتكلم عليه شو هاتوا غير مش كيمياء تمام الشعب اه مش عادي انا ظني فيك انك ظابط وحش ما اعرفش انت لابس انا ليه بقى صعب انا شفتك لابس البدله قابلتك من غير البدله وشفتك كده من بعيد لقيتك بني ادم كويس والناس اللي حواليك بتحبك يبقى انا في الاول فكرت فيه غلط بقى كده لا شفتك على حياتك عرفتك كويس يبقى فعلك هو اللي بيتكلم عنك اسام شرف فعله اثبت ان هو مش كويس بس مش كويس نقول مش وحش لا عشان من هو انجنير مش ناجح في مكان ايهاب باشا سؤال في حقيقه نيه ان الحكومه تيجي شجر على الموقف الاهلي فيه ايه انا بس انسان انا بس هم كدينا هم لو في نيه عايشين في نيه ان هم الجيش يجي يفرق الناس انا برضه مش بقلل من الناس بس عشان نتفق يا جماعه احنا كلنا اخوات تمام احنا كام واحد 200 واحد 300 واحد دلوقتي اللي في التحرير صح يعني معلش يعني لو انت نزلت عدد بيزيد لا مش قصدي معلش بس يعني انا لو عايز امشيك دلوقتي في الوقت الحالي همشيك ممكن تيجي بعد نص ساعه تيجي بعد ساعه بمليون صح هي القصه يا باشا في ايه عبر بس ما توقفليش الدنيا هو ده الكلام باشا انا بقول لك يا باشا يوم الاحتفال وقفلنا الميدان جينا النهارده الصبح رجعنا الميدان طب ليه تنزلوا رجعنا الميدان عملت اعتصام طب انا رحت جوه الصينيه مش بره الصينيه خدنا الاوامر ان انت جوه الصينيه بلاش تقعد في الصينيه اوامر صح احنا برضو غصب عننا احنا في شغل خلاص انت هو القانون دلوقتي مش عايزك تعتصم خلاص غلط صح لا مش قصه طوارئ يا باشا طوارئ دي قصه ثانيه طوارئ ملغي يا عم يا باشا طوارئ اساسا بره القانون الطوارئ بره القانون الطوارئ بره القانون صح يا باشا مش دعوه بالطوارئ بره القانون مش دعوه بالطوارئ الطوارئ ده على بلطجه على فتاوي يا باشا لحظه على بلطجه بص يا باشا طب نحسبها بشكل ثاني انتوا كنتوا كام واحد الصبح 30 واحد 30 واحد معلش الناس الظباط جت كده وهي والعساكر صح طب انا ليه ما طوقتكش لو انا عايز اقبض عليك وانفذ قانون الطوارئ واخدك معلش يا باشا لو في اوامر بكده هتتعمل لو في اوامر بكده هتتعمل حلو ماشي نعتبر ان احنا خدامين تمام مفيش اوامر بكده يبقى مفيش اوامر بكده يعني الناس تقول لك نفس احنا عايزين نوصل للبلد انا ما بتكلمش عن نفسي انا مش هقولك ان انا ملاك تمام يبقى البلد تقول لك نفس صح بس ما توقفش حال البلد لا احنا مش واقفين حال البلد يا باشا تمام يا باشا مين احنا قلنا لك ايه تعالى يا باشا قبل ما تبقى حال البلد يا باشا انا واقف معاك دلوقتي
هو انا واقف على كرسي هو انا واقف على كرسي وانت قاعد على الارض احنا واقفين في حر واحد ولو ضربنا بعض ضربنا بعض يعني احنا واحد انت ليه حاططني ان انا لو اقلع لك البدله تعرف ايش معلش يا باشا الشعب من جوه يا باشا روح اتفرج على امريكا اول امبارح لما حصلت مظاهرات واعتصموا اجيب لك الصور واتفرج على النت وشوف الصور وهو نفس القصة انت يا باشا مواطن شريف في غيرك مواطن بيستغل بيدخل يسرق محل وانت بتعمل الصور انا ما بقولش ان احنا كلنا ملاك انا ما بقولش ان احنا ملاك ساعات بتظلم وساعات بتاخد العاطل في الباطل بس بيحصل قلقلة انا كظابط موجود حمايتي الامن المواطن كل المواطن 85 مليون مش ولا انت ولا الصورة انا بقول لك انا ولا مع الثورة ولا ضد الثورة انت حسني مبارك راجل مش كويس لما حكمتوه ما احنا اللي بنرحله مين اللي بيرحله مين اللي حطه في السجن ومين اللي بيوديه ويجيبه والواد بتاعكم بتدي التحقيق بس ده طب ليه حبيبي العادي بتعزمنا عايز اسمع لو في ناس كده ويا حسين مبارك يلعب مناخيره وكمان مبارك يعمل الناس كده كمان مبارك بيعمل الناس كده في الجلسه تعالى نتربى يا عم تقلقش كمان مبارك كمان مبارك بيعمل الناس كده في الجلسه لا 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 عايزك يا باشا سيبك انا عايز اتكلم عايز اسمع اعلى منك بيتكلم اعلى منك هم عارفين شغلهم هم ابويا واحد بقى لي 15 سنه كله بشوفه حلو شغل جت في لقطه اول ما شفته رحت عامل له كده هتحاسبني عليه مين بقى اللي مدخله القفص انت برايك ومجهودك ما بقولش حاجه بس مين اللي بينفذ انا برضه انا اللي بنفذ سواء كان فساد او خير انا الامن بتاع البلد مش امن مواطن بس انا ممكن يتغرر بيا زي ما اتغرر بيا تيجي يقول لي ده فاسد انا همسكه انت حضرتك بتقول مره فلتة 14 سنه بتعمل له كده مره يعني كل مره يجي كل يوم هم نفس الضباط الضباط دي رهبته ما هو كلهم بيتغيروا كل واحد بيشوفه ممكن يعمل كده سبت رد حصل في كده يعني بص يا ولد الراجل لسه معاه هو اللي فوق زي ما كان بنوصف في الاخر هو خبط انت عاوزين الاعتصام يتفك المجلس العسكري يستجيب لمطالب الثوره يلغي حاله الطوارئ الغير قانونيه هو ماله وزاره الداخليه الطوارئ تعود لمصر الامن والامان كل القطاع طهر نفسها استنوا يا شباب كل واحد الشرطه طهر نفسها بما يرضي ضباط فاشلين طهروه معلمين مش رهيب وين الشرفاء يظهروا واحنا واقفين في حاجه في بلطجيه مع الامن المركزي مين اللي بيبعتهم عايزين لمين البلطجيه انا هقول لك عايزين قبل الانتخابات البلطجيه لا 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 عايزين هو الضابط نبعت بلطجيه يعملوا في الامن المركزي كده بعد لما نضربه ده كلام يا عم فاكر الضابط كان واقف ورا الضابط فاكر شيء والعميل يقول له فاكر لما كنا بنعمل الشوطه واستنى يا عم بره الشوطه انت مقتنع ان الشوطه عايز تظهر لا مقتنع يا باشا كله احنا فايرين وانت لما رميتكم الهدوء انا رميتكم انت البلطجي اللي من بره هو اللي بيتحاسب يا ريس البلطجي اسمع اسمع ده قول كلنا يا ابني ما قلت لكش لا بس اللي القياده يا ابني القياده اهم حاجه القياده اهم حاجه خير حصل خير ايه احنا برضه من قوتنا واصحابنا طبعا بس عايزين يا جماعه نبقى اخوات مع بعض مش اكتر والله تعرف عايز احضر لك بس عشان ضابط مش عارف ايه اللي انا قاعدين طول ما انتوا قاعدين تمشوا وتريحونا هنمشي اه والله عايز اروح لابني انا بقى ربنا يديك السلامه ربنا يخليك يا باشا